ابو نعناع مع حجر مزاج الخير بعد السمك يوزن الكلام ويظبط الدماغ. الله، مزاج زين يا فندينا، عشان بقى نتفق ونبارك. حصة كل واحد من الرجاله دي رقبتي. بس السعر عالي قوي يا فندينا. دي تسعيرة سوق، انت عايزنا بيع بره تسعيرة السوق يا معلم يا رجاله. ايوه فندينا، احنا برضو رجالتك ولينا عشان فيك. احنا عايزين ناخد البضاعه بسعر المره اللي فاتت، وكده تبقى عملت معانا واجب صح. لا اله الا الله. وانتوا لو تعرفوا انا بجيب البضاعه ازاي هتعذروني. انا مقدم للحكومه 3 خرفان من خيره الرجال عشان ادخل البضاعه دي وتسترزقوا. خلاص يا فندينا، سلمها لنا بره واحنا نسلكها. مش هتعرف يا معلم، السكك كلها متشمعه. واحنا برضيك لينا سككنا. خلاص جيبها انت بقى كلها من بره، ويبقى من دقنه وفتله وفضها سيره. ايه ده بس يا فندينا، الكلام مش كده، الكلام اخده وعطى. والسوق عرض وطلب يا حبيبي، واللي مش عاجبه يتصرف. انا جايب لكم بضاعه مقشره لغايه عندكم، بلاش بطر بقى. خلاص يا فندينا، خلاص اللي تشوفه، اقعد بس كمل قعدتك. القعده بقتش تلز، بقت سحابه مغيمه وطيرت النفسين. يا فندينا احنا برضه رجالتك ومحاسيبك. تسمعوا الكلام. حاضر يا فندينا، حاضر، بس اقعد كمل قعدتك، اقعد بس اقعد. اسمعوا المفيد يا رجاله، اللي عايز منكم يكبر ويكسب الطاعة 10 يوسع النشاط ويفتح دواير جديدة، يفتح دواير جديدة. سيبوكم بقى من شغل النوادي بتاع التمانينات ده، خشوا على الجامعة، على الجامعة، على الكافيهات، السايبر اللي هو بتاع ال ايوه عارفينه عارفينه. الأماكن دي كلها منفذة على بعضها وأربابها جاهزين وعلى المفتاح، واللي هيخش منكم بقلب جامد ليه عندي الحلاوة والمكافأة، وكل واحد على قد اجتهاده ويتوب علينا ربنا. فاتحة. لا بقى في تاريخ ولا جغرافيا، راس خميس جاب بكلمتين ومسح اسم ابو سنه من على الوجود. خميس النهارده بقى غير امبارح خالص يا بدران، الكيميا غيرته، ركب على الكل ودلدل رجليه، عايز يدوس على الكل حتى خاله. خميس؟ خميس باعك يا معلم؟ خميس ده ابني انا اللي مربيه، كنت بشوفه قدام عيني كل يوم بيكبر شويه شويه، كنت حاسس انه حته مني كانه ابني. كنتش عارف انه هيجي يوم ويرميني الرميه دي ويعايرني باللي راح، وضاويه سنداه واقفه في داره بتحميه بتشجعه، كل اللي يهمها انه يكبر يسيطر على السوق ويجيب لها الحفيد اللي يملى عليها البيت ويدوس على الكل حتى على اخوها. خميس مسنود من الباشا يا معلم، مش من ست ضوي. باشا مين؟ انت مش فاهم حاجه، انا كنت فاكرك بدران، لعت بدر واحد. كل ده تخطيط ضاويه ورسمها، قلبت على الباشا ذات نفسه لما رفض خميس يدي كتف للنوح ويطلعه من السوق ويسلمه للحكومة تسليم أهالي. معقول خميس اللي مكاوب مرة غدر يغدر؟ مش مصدقها دي يا معلم. لا صدق صدق يا بدران، خميس النهاردة بقى غير خميس بتاع امبارح خالص، كل يوم كرشه بيوسع ونابه بيتسن وعايز يبلع الكل في كرشه، عشان كده لازم يخلص من نوح. وعلى رأي المثل يا نوح ما بعدك نوح. زيح زيح من على قلبك يا معلم. زيح؟ نعم زيح، لدرجة إني بفكر أشتغل
مزيح في الإزاحة. القلب معبي لتمة عيونه بدران من يوم ما اتعلقت في شباك شوق دايما. مكتوب، ما هو العشق ده زي الرزق، لا ينفع فيه شفاعة ولا ضهير وشطارة. شوق شكلها عامله لك بدل العمل عشرة يا معلم. ادي يا ست شادي صديقي وقريب قوي من قلبي، مع ان فرق السن بينا كبير قوي بس بحبه. ايه مالك اتنفضت كده ليه؟ ده احنا ضيوفك يا راجل. سوري مش قصدي. ازيك يا شادي؟ عامل ايه دلوقتي؟ للاسف لسه عايش. للاسف لسه عايش. تحس ان مسلسلاتي قوي. قوي. بقول لك ايه، ما تخليش الدكتوره تاخد عنك فكره مش مظبوطه. دكتوره؟ صيدلانيه عشان ما تفهمش غلط. اظن دي كانت بالنسبه لك كنز الكنوز، ها؟ قبل العلاج. ايوه كده يا شادي، وريني وشك الحلو على طبيعته والابتسامه اللذيذه دي اللايقه على سنك. انا اتخنقت من القعده هنا، كل بص على المكان ده احس ان انا ميت ومدفون فيه. شادي انت هنا عشان تخرج تعيش مش تموت. وعلى فكره انت الوحيد اللي في ايده القرار ده، لا دكاتره بقى ولا تحاليل ولا حتى اهلك. والله ما كنت اعرف ان الهباب ده هيوصلني هنا. يلا منهم لله اللي كانوا السبب. بقول لك ايه يا شادي، ما تعلقش اخطائك على شماعه غيرك، انت اللي عملت في نفسك كده، وانت اللي جبت نفسك لحد هنا بسبب الهباب اللي كنت بتاخده ده. ده انا كنت باخده عشان اعرف اسهر واذاكر. طب سيبنا خالص من الموضوع ده، قول لي يا شادي بتحب؟ انا ايه مالك كذبت كده ليه؟ ما ترد، بتحب ولا ما بتحبش؟ بقول لك ايه، احنا بقينا اصحاب وستر وغطا على بعض، بتحب ولا ما بتحبش؟ ايوه. امال هي فين؟ اول لما عرفت اللي انا هنا اللي عملته قطعت علاقتها بيا. اسمعني يا شادي، انا مش عايزه اوجع دماغك بنصايح اتقالت لك كتير قوي من كل اللي يعرفوك، انا بس عايزه اقول لك حاجه حطها حلقه في ودنك. مفيش حاجه في الدنيا تستاهل انك تخسر الناس اللي بتحبهم وبيحبوك، صدقني. وانك تفضل مرمي في مكان زي ده ما انتش طايقه وحاسس انك ميت فيه، صح؟ يا صباح الفل على احلى بنوته في الدنيا. ايه الصباح الجميل ده؟ مين يا فاتنة؟ سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، ازيك يا ابو فتنة؟ اهلا يا خميس يا ابني. اهلا اهلا. انا قلت بقى ايه، اجي اصطبح بوش تونه الجميل ده قبل ما اروح اشوف رزقي، قلت اجيب لها بقى الكنافه المحشيه اللي هي بتحبها عشان تذاكري بمزاج وتجيبي اعلى نمر. ايه ده معقول؟ هو انت لسه فاكر ان انا بحب الكنافه؟ امال، مش بس الكنافه ده، في كمان بقى ايه، جبت لك القماش ده. بص الحته دي بقى، أول ما شفتها قلت دي اتعملت علشانك. تعمليها بقى بلوزة، تعمليها فستان، فانيلا، ستارة لأمك. براحتك بقى. المهم يكون يعني إيه ذوقي عجبك. والله دي لونها حلوة قوي. جمالك كترت قوي يا فندينا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. جمال يا أم فتنة، إحنا في بينا جمال. أمال فين عم زغلول؟ راح يشوف أكل عيشه. مش كنت تقول يا فتنة؟ ما اصلحش نخش برضه وراجل البيت مش هنا. احنا ولاد بلد ونفهم في الحاجات دي كويس. وانت ازيك يا ام فتنة؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب استأذن احنا بقى. ما تخليك قاعد شويه. وما يصحش نقعد وعم زغلول مش هنا. هبقى افوت عليكي تاني، بس انا عايزك تذاكري كويس. اعلى نمر. اعلى نمر. ها؟ والمكتبه دي انا هسمعها لك كلها، كل دي كتب. عايزه حاجه؟ مرسي. ايه؟ مرسي. عالم نور برضو. قوليها تاني كده. مرسي. خطيرة. خطيرة والله. هنا للزز دلوقتي. السلام عليكم. هاي باي. بقول لك ايه يا ام فتنة؟ نعم. الكنافة دي لفتنة. لفتنة. ها؟ وبيسلم لنا على عم زغلول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا بيت؟ بتضحكي على ايه؟